مع بزوغ الفجر صدحت أصوات الحناجر بتكبيرات العيد في أقدم جامع بني في هذه المدينة، جامع المصفي الذي شيد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وعاصر العديد من الحقب، آخرها كانت الحرب التي حولته إلى أكوام من التاريخ. من خلال رسالة سلمية ومن خلال صلاة العيد، هذه الفرحة المنقوصة لدى هؤلاء الأهالي هنا في هذه المنطقة، ندعو رسالة لإعمار هذه المنطقة وتعويض الأهالي، ومن ثم إعمار هذا الصرح المعماري الذي يعود تاريخه إلى 1400 سنة من إنشاء هذا الجامع. رسالة شديدة وجهها أبناء المدينة إلى الحكومتين المحلية والمركزية، وذلك من أجل الالتفات إلى هذه المدينة وتعويض سكانها، فقد اكتفوا من الوعود مثل ما اكتفت أجسادهم من الجراح واكتفت ذكرياتهم من الألم، حيث ترى اليوم أن بيوتهم مدمرة والجامع مدمر وما إلى ذلك، والمنطقة شبه مهجورة، ولكن أبوا إلى أن يعودوا وأن يسكنوا في ديارهم رغم دمارها، وأن يقيموا الصلاة رغم دمار الجامع، ليرسلوا للعالم رسالة حب وسلام ورسالة اطمئنان أن مهما كان هذا الدمار نحن فينا البناء ونحن فينا الإعمار. التمسك بالهوية التاريخية جعل الناس يعودون إلى المنطقة رغم ما حل بها، ويعيشون بين تلال من الأنقاض وبقايا مخلفات الحرب، لكن الإصرار على التمسك بالجذور التاريخية جعل الإرادة أشد وأبقى. أكثر منطقة راح بها الشهداء هي هاي المنطقة بالنا. يعني بها هاي مكانات قمة مدفن، هاي كلها جثث كانت هوني، هاي كلها جثث هاي المكانات، هي اللي بيوت العالم قاموا يدفنون بالسغيدي مالتها. يعني مشان هالشيء ما آسي. قرابة 11,000 وحدة سكنية تضررت إبان الحرب، وملف التعويضات بات لمن هم أقل ضررا من هؤلاء البسطاء الذين لم يبقى لديهم إلا الأمل ليعيشون عليه. شمس عيد آخر تشرق على الموصل وعلى أقدم جامع بني فيها، ويأمل الناس هنا أن تكون هذه الشمس شمس إعمار لجراح الحجر والبشر. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.